التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي أصبح يفاجئنا كل يوم وكل لحظة بتطور مثير للدهشة أو مسبب لخوف الناس من المجهول القادم. الدكتور أحمد الشربيني، أستاذ هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المعهد القومي للاتصالات سابقاً، إلى أين سيصل بنا التطور فيما يسمى بالذكاء الاصطناعي؟ ما فيش شيء مالوش خطورة. أي تطور تقني في الدنيا منذ بدء الخليقة بيجي معاه جانب إيجابي وجانب سلبي. ألا نحتاج لضوابط قانونية وضوابط أخلاقية لاستخدامه؟ ده النهاردة أكبر موضوع مطروح على الساحة الدولية، الجوانب الأخلاقية والتنظيمية والقانونية للذكاء الاصطناعي. نتكلم عن المدرسة والنظام التعليمي وتكنولوجيا المعلومات. تمام. إلى أين وصلنا في هذا المجال؟ أتصور أن احنا قطعنا صوت لا بأس به. ما هذه الشريحة التي يمكن أن يعني تدخل في مخ إنسان ويعني تراقب بقى بعد كده؟ زرع شريحة جوه بني آدم ما هوش جديد قوي برضه. هل ممكن الاستغناء عن الإبداع البشري في مجالات كتيرة؟ أتصور لا، وهو لسه ما سبقوش في الإبداع. عن الناس وثورة المعلومات، عن تحديات التحول الرقمي في حياتنا اليومية. حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.